بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح الذي يرضيه عز وجل، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الوصايا، وقلنا بأن الوقف والوصية يعتبران من أجل الأعمال وأكثرها أجراً وأعظمها مثوبة، حيث أن العمل يبقى مئات السنين بل يتجاوز الألف من السنين ينفع الله به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، والوقف من الصدقة الجارية. لأن الوقف قلنا تحبيس الأصل وتسبير المنفعة. الأصل محبس، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، والمنفعة كذلك لا تباع، وإنما تكون في سبيل الله عز وجل. تحبيس الأصل وتسبير المنفعة. أما الوصية فهي التبرع بعد الموت، فالإنسان يعطي فلانا ويهب لفلان ويتصدق على كذا ويبني مشروع كذا، فإذا مات فإن الورثة يتقاسمون الميراث وينقطع العمل. لكن إذا ترك الإنسان وصية، نفع الله بها بعد وفاته. وذكرنا أيها الأحباب الأطر التي تلتزم أو تكون عليها الوصية. الوصية تكون بالثلث فأقل، إلا بإجازة الورثة. سعد رضي الله عنه خال رسول الله فاتح القادسية، زاره النبي عليه الصلاة والسلام أو عاده عيادة مريض لأنه مرض في مكة، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إني أشرفت على الموت وأنا عندي مال كثير. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وليس عندي إلا بنية بنت واحدة وعنده مال كثير، أفأتصدق به؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: إذن الثلثين؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: إذن الشطر، يعني النصف؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: الثلث؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنيا خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يعني يسألونهم. سعد رضي الله عنه لما سأل السؤال هذا ما عنده إلا بنية واحدة، لما مات كان عنده 12 بنت وعشرة أولاد ذكور. فالأولاد قد يأتون في أول حياة الإنسان، يهب الله الذرية في أول الحياة، في وسطها، في آخر عمره، إلى آخره. المهم أيها الأحباب بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير. أخذ العلماء من هذا قاعدة بأن الإنسان يمكن أن يوصي بالربع، بالخمس، بالسدس، بالثلث، لكن ما زاد على الثلث لابد من استئذان الورثة. نسأل إنسان عنده أم وعنده زوجة وعنده أولاد بنين وبنات وعنده أب وأوصى بما زاد على الثلث، لازم نسأل الزوجة نقول: إيش رأيك، توافقين ولا لا؟ نسأل الأم لها السدس، نسألها. الزوجة لها الثمن، نسألها.
الأب له السدس نسأله، الأولاد بنين وبنات لهم ما بقي عصبة نسألهم، فما زاد على الثلث نستأذن فيه الورثة، فإن أذنوا وإلا لا نتجاوز الثلث. بعض الإخوان يفهم منها يقول نستأذن الورثة إذا وافقوا نفذنا وإذا اعترضوا وقفنا، نقول لا مو كذا، إذا وافقوا أجزنا الزيادة وإذا اعترضوا اكتفينا بالثلث. لازم ننتبه لهذه أيها الأحباب، إذا وافقوا نفذنا ما أوصى به، وإن اعترضوا نفذنا الثلث فقط ولا ننظر إلى رأيهم في الثلث، لو اعترضوا مالنا ومالهم لو اعترضوا. ومثلت لذلك، قلنا لو أن إنسانا أوصى ببناء مسجد ب250,000، نقول في مكة المكرمة أو في أي مكان، مات الرجل والوصية باقية عنده، طلعنا عليها يقول 250,000، نقول احصروا التركة كم؟ قالوا التركة 600,000، نقول إذن 200,000 ما نحتاج نستأذن من أحد، لكن 50 إذا الورثة وافقوا فنفذنا، وإلا نقتصر على 200 أو نبحث من أحد آخر يساهم في المشروع، فنحن لا نستأذن الورثة في إنفاذ الوصية أو عدم ذلك، وإنما نستأذن الورثة فيما زاد على الثلث. أما الثلث فأقل، الورثة رضوا أو لم يرضوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز سعد وقال الثلث والثلث كثير. عندنا أيضا منهج آخر قد يفهمه بعض الناس مثلا بطريق خاطئ، لا وصية لوارث، قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. نقول لا وصية لوارث إذا كان الإنسان يريد أن يفضله وأن يميزه وأن يجعله مثلا على غير المستوى الذي هو فيه ويزيده على الميراث فيكفيه ميراثه، لكن قلنا إذا هو من أهل الاحتياجات الخاصة، يحتاج إلى سيارة لأنه ما يقدر يمشي، يحتاج إلى قائد لأنه أعمى، يحتاج إلى علاج في المستشفى، فوالده أو قريبه أوصى له، وإن كان وارثا فلا ننفذها رأسا وإنما نستأذن الورثة. نقول هل توافقون؟ إذا قالوا نعم نقول توكلنا على الله. فعندنا مبدأين أمرين أساسيين، أولا الوصية لا تكون بأكثر من الثلث، ولو أوصى بأكثر من الثلث لا نقول إنها غير صحيحة، وإنما نقول ما زاد على الثلث نستأذن فيه الورثة. الأمر الثاني أيها الأحباب بأن الإنسان إذا وصى لوارث والوصية لوارث في هذا الأمر، يعني قصد منها أن هذا الوارث له ظروف خاصة، عنده عائلة كثيرة وعنده أسرة وراتبه قليل ما يكفي، فأراد والده أن يوصي له بدار يسكن فيها، ليس تفضيلا له على إخوته وإنما نظرا لظروفه واحتياجاته، فنقول للورثة ماذا تقولون؟ فإن قالوا نعم قلنا توكلنا على الله، وإن قالوا لا قلنا لك نصيبك من الميراث وهو يكفيك. الآن عندنا أيها الأحباب، إذا أوصى له بالشطر أو إذا أوصى له بقسم من ماله أو أوصى له بجزء أو أوصى، نقول غالبا هذه قد تكون اللي يكون في احتمالات على وقت المؤلف رحمه الله قبل 800 سنة، أما وقتنا الحاضر عندنا هنا في مكة مكتبة محكمة الأحوال، لو أراد الإنسان أن يوصي ذهب إلى محكمة الأحوال واجتمع بالقاضي وأعلمه القاضي بالأحكام الشرعية ونظم له الوصية بطريقة سليمة لا غموض فيها ولا إشكال. هنا أمس درسنا
لو قال أوصيت لفلان بشيء، وش والشيء هذا؟ الشيء يمكن يكون ملايين الريالات، ويمكن يكون سواك أو قلم أو شيء من هذا القبيل. فهذا في الوقت الحاضر لا يرد لدينا، لأن عندنا الآن الحمد لله محكمة الأحوال تقوم بهذا العمل على الوجه الأكمل. يجتمع الإنسان بالقاضي ويذكر له رغبته وما لديه من أمور يريد أن يصيبها وينفذها. وإنما الذي ينبغي أن نلاحظه ما ذكرت من الأمرين السابقين، أن الوصية لا تكون بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، والوصية لا تكون لوارث إلا بإجازة الورثة. وأما ما عداه من الأمور والاحتمالات التي ذكرها رحمه الله فهي غير واردة لدينا، لأن القاضي عنده معرفة وإلمام وعلم كاف بالطريقة المثلى. وأنا أنصح أي واحد من الإخوان يريد أن يعمل وقف أو يريد أن يعمل وصية فيذهب إلى محكمة الأحوال، لأنها تكون سليمة من أي ثغرة وسليمة من أي أمر يشكل فيما بعد. فإذا فعل الإنسان ذلك استراح هو وأراح من يأتي بعده، لأنها تكون سليمة واضحة جلية لا غموض فيها ولا إشكال. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف من أمور وإن كانت غير واردة لدينا. وقلنا أيها الأحباب بأن هذا الكتاب الذي هو الكافي بين أيدينا ألفه المؤلف لطلبة العلم الذين قطعوا مرحلة، فهو يلائم للقضاة على أساس يفكرون في المسائل أو من في مستواهم أو أساتذة الجامعات. وأما طلبة العلم المبتدئين فألف لهم العمدة، ثم من قطع مرحلة في طلب العلم ألف له المقنع، ثم من قطع شوطا أطول ألف له الكافي وهو الذي معنا، ثم من قطع شوطا بعيدا وأصبح من طلبة العلم الكبار فأمامه المغني، المغني لابن قدامة. نقرأ الآن ما ذكر المؤلف من مسائل ونتناقش بها، وفي آخر اللقاء إن شاء الله وفي آخر هذا المجلس المبارك نستمع إلى مناقشة الأسئلة وما أشبه ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف في كتابه فصل وإن وصل، وقال فصل وأحيانا يقول باب، وقلنا يقول كتاب. الكتاب ما هو؟ هو الذي شيخ صديق، الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، ثم يقول فصل وباب ليسهل على طالب العلم تجزئة المسائل، تجزئة المسائل والوقوف عليها، بخلاف لو جاء الكلام كله دفعة واحدة قد يتعثر الإنسان وقد يرتبك في جمعها. نعم. فقال هنا فصل. نعم. وإن وصى لرجل بجزء مقدر من ماله، بجزء مقدر، بجزء مقدر كثلث، قال يعطى فلان ثلث، يعطى فلان ربع. نعم. أو أوصيت للفقراء بالثلث أو أوصيت لهم بالربع، لو زاد على الثلث نقول لا، إلا نستأذن من الأم والأب والزوجة والأولاد. وإذا ما وإذا كان الثلث فأقل، أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، وكثير من الناس ومن الأخيار يوصون بالسدس، لأن السدس يعني هو يعني يكون للوارث الذي له فرض كالجدة أو الأم أو الأب أحيانا أو الأخ من الأم إلى آخره. نعم. بجزء مقدر من ماله كثلث أو ربع أخذته من مخرجه. يقول ستة، الإنسان هذا أوصى له بالثلث أو بالثلث، فالإنسان الموصى له واحد من ثلاثة والباقي للورثة، بالربع له واحد من أربعة والباقي للورثة، بالسدس له واحد من ستة والباقي لبقية الورثة. لو قلنا أهل السدس يا شيخ، أهل السدس كم واحد يا بني؟ سبعة. قلهم يا بني. الأب، الأم،
الجد الجدة نعم من الأخت من الأب دعوا دعوا شيخ بكاي لا تقول الشيخ بكاي طاحت رأسه يا خمبل نعم بنت هي بنت ال بنت الابن بقي واحد ولد الأم ولد الأم يعني كيف قلنا ولد الأم ما قلنا أخ من الأم أو أخت من الأم لماذا شيخ صديق لأنهم سوا أولاد الأم يعني الإخوان من الأم لا فرق بين الذكر والأنثى لا فرق بين الذكر والأنثى فهم سوا فلذلك نقول ولد لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى تشمل الذكر والأنثى عندنا مسألة نرجع للفرائض شيخ أحمد يا بني عندنا مسألة نسميها المشركة والمشركة واليمية والحمارية والمنبرية كل هذه اسم للمسموات وش هي المسألة هذه أم نعم زوج وأم نعم قلنا أول زوج وأم وإخوة شقة وإخوة لأم أحسن اذكر لي أقوال العلماء في قسمها نعم أقوال أهل العلم في قسمتها نقول الأم الأم لها أولاً الزوج الزوج كم له المسألة من كم المسألة من ستة أحسنت الزوج له كم له كم له النصف ثلاثة لماذا لعدم الفرع ممتاز لعدم الفرع الوارد والأم لماذا لوجود جمع من الإخوة والإخوة من الأم والإخوة من الأم لهم الثلث كم صاروا ثلاثة زائد واحد زائد اثنين كم ستة طيب الإخوة الأشقة نعم ليس لهم يسقطون يسقط ما لهم شيء ورثنا الإخوة لأم وحرمنا أو منعنا الإخوة الأشقة وبعدين يا بني ايش قالوا ايش قالوا لا يعني جاءوا إلى عمر وحكم لهم يعني حكم بأنهم لا لهم شيء ثم بعد ذلك قالوا هؤلاء إخوتنا ورثوا بسبب لهم هي أمنا ما عندهم حنا عندنا زيادة الأب فاجعل أبانا حجرا في اليم هب أن أبانا حمارا كذا ففكر رضي الله عنه واستشار بعض الصحابة وشركهم شرك الإخوة ب نعم الإخوة الأشقة والإخوة من الأم وشركهم في أي شيء في الثلث ولا فرق بين ذكر وأنثى طيب أسأل شيخ عثمان لو معهم أخ من الأب وقال أنا أريد حقي أخ من الأب وقال أنا أريد حقي وش نعطيه مثل لا المسألة هذه يعني عندي أم رجعنا درس الفرائض عندي أم وعندي زوج وعندي إخوة لأم وعندي إخوة أشقة فقلنا للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث والأخوة الباقي يسقطون أو الثلث يشتركون فيه الإخوة من الأم والإخوة الأشقة جاء واحد قال أنا أخو من الأب أنا بشترك وياه مش نقول له ما بقى له شيء ورا أهله ما يدخل يا ابني لماذا لماذا أي الإخوة الأشقة والإخوة اليوم يشتركون في الثلث طيب والأخ من الأب وش نقول له
اي طيب بن مش نقول له نقول ما بقى لك شيء ولا لو شيء بقى شيء الف 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 الفين نعطيه لو بقى الف الفين نعطيه لا الجواب عند الشيخ بكاي نعم شيخ بشاي لأنه محجوب محجوب بمن بالأشقة ليس له أي مجال أمامنا محجوب بالأشقة فليس له أي شيء كذا فالإخوة لأم أدلوا بأمهم والأشقة أدلوا بأمهم وأبيهم وأما الأخ من الأب فهو محجوب والحجب عندنا من أهم الأبواب في الفرائض ويقول العلماء يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض فالأخ من الأب نقول أصلا غير وارد مالك شيء نعم في مسألة ستأتينا أو شيء اسمها المعادة المعادة عندنا إخوة أشقة وعندنا إخوة لأب الإخوة الأشقة يأتون بالإخوة لأب يقول هؤلاء إخوتنا لأجل يعدونهم وبعدين إذا عدوهم وصار لهم نصيب أخذوا ما بأيديهم قالوا تعالوا إحنا أولى منكم وأنتم محجوبين نعم وإن وصى لرجل بجزء مقدر من ماله كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة إن انقسم وإلا ضربت مسألة الورثة أو وفقها نعم أو وفقها في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح وإن كان أكثر من الثلث فأجاز الورثة فكذلك وإن ردوا أعطيت لأنه يعتمد على إجازة الورثة فإذا أجاز الورثة ولو قالوا نتنازل عنها جميعا لأخينا لظروفه الصحية لوضعه المالي لكذا فلو تنازلوا نقول جزاكم الله خير لكن إذا كان حق فلا وصية لوارث ولا وصية بأكثر من الثلث نعم فأجاز الورثة فكذلك وإن ردوا أعطيت الموصى له الثلث وجعلت للورثة الثلثين وإن وصى بجزئين بدل جزء الآن جزئين نعم مثل أن يوصي لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه ولآخر بنصفه أخذت مخرجي وقلنا إن هذا الآن غير وارد لأن الوصايا شيخ صديق تعتمد الآن في محكمة الأحوال وخصصت الدولة وفقها الله محكمة خاصة للأوقاف والوصايا وفيها قضاة على مستوى من العلم والمعرفة وبعد النظر فهذه المسائل قد تكون غير واردة عندنا لكن زمن المؤلف نعم أخذت مخرجي الوصيتين وضربت أحدهما في الآخر يصير ستة واحد نصف والثاني نعم يصير ستة فأعطيت صاحب النصف في ثلاثة بستة فأعطيت صاحب النصف ثلاثة وصاحب الثلث سهمين إن أجاز الورثة وإن ردوا قالوا لا ما نوافق الولد قال أنا والله طالب في الجامعة وأحتاج إلى مواصلات المرأة قالت أنا أتردد على المستشفى وأحتاج إلى علاج الأم قالت أنا معي سكر وضغط وأخذ أدوية فما أجازوا نعذرهم نعم وإن ردوا قسمت الثلث بينهما على خمسة وضربت ذلك في ثلاثة يكن 15 للوصيين 5 وللورثة 10 لأن ما قسم متفاضلا عند اتساع المال قسم متفاضلا عند ضيقه كالمواريث مسائل المواريث ومسائل المناسخات ومسائل الغرقى والهدمى والحرقى
ومسائل الخنت المشكل كلها، يعني وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي فيه إلى الصواب. نعم. وإن أجاز لأحدهما دون الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد أو وفقها إن وافقت، وأعطيت المجاز له وأعطيت المجاز له سهامة من مسألة الإجازة مضروبة في مسألة الرد أو وفقها، وأعطيت الآخر سهامة من مسألة الرد مضروبة في مسألة الإجازة أو وفقها. ولو وصى لرجل بجميع ماله، قال كل ما أملك لفلان. نعم. ولو وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه. والوصية متى تثبت؟ قلنا يا شيخ علي عند الموت، يعني بعد الموت. أما قبل الموت أنا بوصي للشيخ علي، وبعدين بوصي للشيخ صديق، وبعدين بوصي للشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله أصي للشيخ عبد الله شاطر، وبعدين أوصي للشيخ عثمان، وكل ساعة أعدل وبدل. لكن لو قالوا فلان مات خلاص ثبتت الوصية. نعم. ولو وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه قسمت المال على أربعة، لصاحب المال ثلاثة. ولصاحب الثلث سهم، لأن السهام في الوصايا كالسهام في الميراث تعال بالزائد. نعم. وإن لم يجيزوا تعال. وش والعول يا شيخ عبد الله؟ شيخ عبد الله العول ما هو يا بني؟ العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. والأصول التي تعول قلها لي. نعم ثلاثة. نعم. أصل ستة، وأصل كم؟ 12، وأصل 24. أصل ستة كم يعول؟ أربع مرات إلى 7، 8، 9، و10. وأصل 12 ثلاث مرات إلى 13، 15، 17. وأصل 24 يعول مرة واحدة إلى 24، لأن العول قلنا هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. وحينما عرفنا الفرض يا بني، وش قلنا على الفرض؟ نصيب نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. وش مثال الرد يا بني؟ الرد مثل مسألة فيها رد. زوج قل توفي فلان، يقول الشيخ صديق توفي فلان عن جده، نقول الجده لها السدس وما بقي فلأقرب رجل ذكر، قالوا ما في احد، نقول اعطوه الجده. توفي عن اخ من الام او اخت من الام له السدس، ف وما بقي فلأقرب رجل ذكر، قالوا ما في احد، نقول ردوا لها. نعم احسن. نعم. لأن السهام في الوصايا كالسهام في الميراث تعال بالزائد، وإن لم يجيزوا قسم الثلث على أربعة، فإن أجازوا لصاحب الكل فإن أجازوا لصاحب الكل وحده فلصاحب الثلث ربع الثلث. نعم. لأن ذلك كان له في حال الرد عليهما، وفي صاحب المال وجهان، أحدهما له الباقي كله لأنه موصى له به، وإنما امتنع منه في حال الإجازة لهما لمزاحمة صاحبه له، فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له، والثاني ليس له إلا ثلاثة أرباع المال التي كانت له في حال الإجازة لهما، والباقي للورثة لأنه من نصيب صاحب الثلث. وإن أجازوا لصاحب الثلث وحده ففيه وجهان، أحدهما له الثلث كاملا، والثاني له الربع، ولصاحب المال الربع،
والباقي للورثة، وإن كثرت السهام كرجل أوصى لرجل بالمال ولآخر بنصفه ولآخر بثلثه ولآخر بربعه ولآخر بسدسه وهكذا. نعم. أخذت مخرجا، أخذت مخرجا يجمع الكسور فجعلته المال. وهذه من المسائل، نقول من المسائل النادرة، ومر بنا في الزاد في المقدمة عندما ذكر حمد الله والثناء عليه وصلى على رسوله، ذكر هذا الكتاب وقال: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنجد هناك مختصر، وهنا ذكر مسائل نادرة الوقوع وهناك أبعدها. نعم. أخذت مخرجا يجمع الكسور فجعلته المال، وهو ها هنا 12، ثم زدت عليه نصفه وثلثه وربعه وسدس، فبلغ الجميع 27، فيقسم المال بينهم إن أجيز لهم أو الثلث إن رد عليهم. فصل: وإن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب أحد ورثته وهم 2، ففيهما وجهان: أحدهما أن يعطى الثلث، أن يعطى الثلث لصاحبه ويقسم الباقي بين الاثنين الموصي للآخر، الوصي للآخر على 3، فتصح المسألة من 9 للموصى له بالثلث، بالثلث ثلثه، وللآخر سهمان، ولكل ابن سهمان. وإن رد، وإن رد قسمت الثلث بين الوصيين على 5. والوجه الآخر أن صاحب النصيب موصى له بثلث المال، لأننا لا نرتب الوصايا بعضها على بعض، فعلى هذا إن أجيز لهما فللوصيين الثلثان وللابنين الثلث، وإن رد فالثلث بينهما على 2 والثلثان للابنين، وتصح من 6. فإن كانت الوصية الأولى بالنصف ففيها وجه ثالث، وإن كانت الوصية الأولى بالنصف ففيها وجه ثالث، وهو أن تجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو ثلثهما، ولصاحب النصف النصف إن أجاز الورثة. وإن ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على 13 سهما والثلثان للابنين. فصل: لعلنا نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الأحد. أما في يوم غد فقراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، ثم الجمعة والسبت إجازة، ويوم الأحد نرجع لكتابنا هذا لإكمال هذه الدرر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة.